وإلى محور آخر، حيث أعلنت وزارة الزراعة تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 5.6 مليون طن لأول مرة في تاريخها، ويعود ذلك إلى الاستراتيجية التي انتهجتها الدولة من خلال محاور عدة، حيث عملت على إرساء دعائم التنمية الزراعية لمتمثله من ركن رئيسي من أركان الاقتصاد الوطني. التفاصيل في سياق هذا التقرير. من خلال محاور عدة عملت الدولة المصرية في عام 2021 على إرساء دعائم التنمية الزراعية لما تمثله من ركن رئيسي من أركان الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد طبقت الدولة استراتيجية شاملة لتخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم، وفي الوقت نفسه التوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية، إضافة إلى تطوير وتحديث منظومة الري وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، ما انعكس بشكل إيجابي على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية ورفع معدلات الأمن الغذائي، وكذلك زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة. ولعل مظاهر التحول الرقمي لخدمة الفلاح كانت من أبرز الإنجازات التي تم تعزيزها في عام 2021، حيث وصل عدد الكروت المطبوعة من كارت الفلاح إلى 3 ملايين، من بينهم 1.2 من 10 مليون كارت مزود بخاصية ميزة لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، فيما بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 5.6 من 10 ملايين حيازة، بنسبة مطابقة تصل إلى 98% من إجمالي الحيازات. كما تم تزويد 5700 جمعية زراعية بأجهزة التابلت، بالإضافة إلى تدريب 8100 من العاملين بالجمعيات على استعمال التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من كارت الفلاح. وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إطلاق بوابة الزراعة المصرية لتكون مصدراً لكافة المعلومات الزراعية التي يحتاجها الفلاح، وجاء إطلاق منصة أجري مصر لتكون أول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية، بهدف توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي. كما تم تفعيل تطبيق هدهد صديق الفلاح نهاية سبتمبر عام 2021، حيث من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين منه خلال العام الأول لنحو 1 مليون مستفيد. أما على صعيد الاستثمارات الزراعية الكلية لعام 2021-2022، فقد تم توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه لقطاع الزراعة، مقارنة بنحو 43 مليار جنيه لعام 2020-2021، بنسبة زيادة حوالي 72%. وفي عام 2021 تمت زيادة عدد الصوامع الخاصة بتخزين القمح بنسبة 81.8%، كما زادت السعة التخزينية للقمح بنسبة 129.4%، حيث وصلت ل 3.9 ملايين طن عام 2021، مقارنة ب 1.7 ملايين طن عام 2014. وبالنسبة لمشروع إحياء البتلو، فقد وصل حجم المستفيدين منه إلى أكثر من 34 ألف مواطن لتربية وتسمين 372 ألف رأس ماشية، فيما وصل حجم تمويل المشروع حتى الآن لنحو 5.5 مليارات جنيه. كما تم التوسع في مراكز تجميع الألبان، حيث تم اعتماد قروض ل 130 مركزاً بإجمالي 325 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة بفائدة 5% للتخفيف من الأعباء على صغار المربين.